التقت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة مع الدكتور اولياك سالجاي نائب وزير الصحة الروسي جاء ذلك على هامش مشاركة سعادتها في اعمال جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين في مدينة جنيف جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين واستعراض اوجه التنسيق في مجال الصناعات الدوائية وتبادل الخبرات والتجارب المشتركة في مجالات الرعاية الصحية والصحة العامة والنظم الصحية والضمان الصحية. الصحي وكذلك مجالات التدريب والابحاث المشتركه الى جانب بحث مستجدات التطورات الصحيه على المستويين الاقليمي والعالمي مما يعزز من علاقات التعاون الصحيه بين البلدين الصديقين